يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في اخر فقراتنا لهذا اليوم. كثير منا يشكو من الدوخه او الاغماء المفاجئ والصداع الغير مبرر خاصه في شهر رمضان. للحديث اكثر حول كيفيه التغلب على مثل هذه الاعراض التي قد تكون نتيجه لتصرفات غير مقبوله ورفضها الجسم، معنا بالاستوديو الممرضه السعوديه الاستاذه مها السهلي. يا اهلا وسهلا فيك استاذه مها. يعني يا استاذه ما في البدايه الاعراض المفاجئه مثلا هذه اللي في رمضان، تيجي مثلا اغماء مفاجئ، دوخه، نزل ضغط مثلا، صداع، ايش اسبابها؟ احنا في رمضان في فصل الصيف يعني تنتج عنا كثير من مشكلات صحيه. بالنسبه لهذه الاعراض هي اعراض يعني وارده خصوصا في الفترات الاولى من رمضان. بسبب تغير العادات الغذائيه، بسبب نقص السوائل، فهي هذه أعراض نقدر نقول عنها طبيعية، لازم نكون متجنبين لها بالنسبة. طب كيف المفروض الطريقة الأساسية للتعامل مع مثل هذه الأعراض؟ بالنسبة في حالات الإغماء تعرض هو فقدان للوعي طبعا، في أنه انخفاض في ضغط، عفوا انخفاض في تدفق الدم إلى المخ، ويسبب فيها بعض ضعف العضلات، ويكون المريض مو قادر أنه واعي معه. فمثل هذه الحالات لازم المريض انه ناخذ فيها نخليه يستلقى على الارض ونفتح لها الابواب والنوافذ، واذا كان موجود حول منطقه العنق اي من الملابس نشيلها. طبعا نشوف قبلها استجابه المريض معك، اذا كان هو معك او فاقد الوعي. ساعتها نرفع رجل المريض على مستوى القلب، وهناك راح يعني نشوف اذا كان عنده نقص من الضغط والسكر، اذا كان عنده انخفاض في السكر يختلف، نحط بعض نحاول نفوق المريض ونعطيها القليل من المشروبات اللي تحتوي على السكر. اما اذا كان في انخفاض في الضغط هنا نحاول نرفع رجل المريض على مستوى اعلى من مستوى القلب. لكن بالتاكيد في اعراض طبيعيه وفي اعراض ما هي طبيعيه. متى نقدر نقول مثلا ان الاعراض المصاحبه للصيام هي طبيعيه او في الرنج الطبيعي او المعدل الطبيعي؟ الخمول، الكسل، هذه اشياء طبيعيه. احيانا يكون صداع خفيف، بالنسبه هذا شيء طبيعي، لانه هو في بدايه هذه الفترات يعني اول اسبوعين نقدر نقول من رمضان لحد ما نتعود عليه. طب الصداع، بما انك تكلمتي عن الصداع، يعني اكيد الصداع هذه مشكله يعاني فيها الكثير من الناس خاصه يعني في شهر رمضان. يعني ايش اسباب الصداع بالتحديد وكيف نقدر نتدارك هذا الصداع عشان ما يجينا باذن الله؟ اول اسبوعين من او بفتره الاولى هو يكون عارض عند الجميع اللي بيصايمين هو الصداع. في البدايه هذه لازم ناخذ كميات ونستهلك كميات كبيره من السوائل بين السحور، بين الافطار والسحور. السوائل اللي ناخذها انها تكون متنوعه، نحاول ان ما ناخذ كميات كبيره من المواد السكريه، نحاول ان بعض الانشطه الرياضيه تكون عندنا يعني مثل المشي ساعه. هذه تحاول نقد يعني ان فتره هي الصيام من السحور فتره كبيره. بعض يعني الاشخاص يكون متقطع عند النوم. يعني هو عشان تجنب تقطيع النوم يعني يكون متواصل، والاستهلاك السوائل كميات كبيره. ممتاز. طيب يمكن مثلا لو تكلمنا عن بالتحديد نزول الضغط او هبوط الضغط، يعني اكيد عشان احنا ما ناكل في رمضان ويمكن فتره طويله ينزل ضغطنا فجاه، ايش المفروض اللي احنا نسويه مع المريض اللي ينزل ضغطه او يعني اللي ينزل ضغطه فجاه، اي شخص خاصه ربات المنازل اكيد؟ بالنسبه لانخفاض الضغط المفاجئ زي ما حكيت لك انه نشوف على طول ان نشيل اي الملابس اللي حول العنق موجود، نفتح الابواب والنوافذ. طبعا نرفع رجل المريض اعلى من مستوى القلب. بمجرد ما ترفعين راح يقوم معك المريض على طول، تحطين بوضعيه الجوس، نعطي قليل من الملح، الاشياء اللي ترفع الضغط والمويه. طبعا عادي يفطر في رمضان ملح عادي ما في مشكله، هو صايم؟ هو صايم معذور ان شاء الله. اوكي استاذه ما اكيد الموضوع هذا راح يطول يعني الحديث عنه، لكن بستاذنك واستاذن الساده المشاهدين باخذ مداخله هاتفيه مع اخصائيه التغذيه الاستاذه جمانه جلال. يا اهلا وسهلا فيك استاذه جمانه. اهلا وسهلا فيكم، حياكم. يعطيك العافيه استاذه جمانه. يعني وفي البدايه هل في اغذيه معينه يجب يعني ان نتجنبها قبل الفطور، يعني عفوا قبل مثلا السحور في رمضان او قبل الفطور ايضا بشكل عام وقبل الامساك بالتحديد؟ بشكل عام يفضل تجنب اي ماده غذائيه مرتفعه في الاملاح، يعني مثلا السمك وجبه مثاليه انها تكون
من غير بهارات، ولكن ما حد بياكل السمك من غير بهارات، بيحطوا له البهارات، الملح كثير، الكمون، الفلفل الاسود، البهارات بشكل عام. فهذه البهارات بتساعد على زيادة الأملاح في الجسم ومسك الماء، يعني يمسك الواحد يفطر طول الوقت عطشان. ما ينفع الأشياء الحريفة بشكل عام. إيش يعني حريفة؟ يعني مرتفع في البهارات، الفلفل الكثير، البهارات الكثير، الدهون الكثير، إنه يكون مرتفعة في الدهون، يكون الأشياء مقالي. الواحد ينتبه إنه يأخذ الأشياء المسلوقة قد ما يقدر، الأشياء اللي محطوطة في الفرن قد ما يقدر، لأنه هذه الأشياء كل ما ارتفعت في الدهون كل ما زاد احتياجنا للمياه عشان تتفكك. عشان كذا نعطش في رمضان بشكل كبير، يمكن بهارات والأشياء الدسمة. الناس أيوه بيعطشوا في فترة، لكن في المقابل لازم الواحد يكثر من مثلا الفواكه، الخضروات بشكل عام، يحاول إنه يأخذها بشكل منتظم، يأهل نفسه إنه مثلاً فاكهة الموز في السحور تكون موجودة، التمر الرطب أفضل لينا من التمر العادي اللي هو المرقد، عشان إنه يكون الواحد يأخذ كمية من السوائل في الأغذية عموماً بشكل عام، وبيروي الجسم وما يكون في مرحلة عطش طول الوقت. ممتاز. طب بالتأكيد يمكن حنا مثلا في رمضان بعد السحور بالتحديد نشرب شاي كثير ونحب نشرب الشاي، فالشاي مثلا هل ممكن يزيد من نسبة السكر في الدم وبالتالي يتسبب في الصداع مثلا أو آلام شديدة في الرأس؟ لا ترى هذه المعلومة خاطئة. مفروض أن الواحد إذا هو متعود أنه بيشرب شاي أو قهوة عادي يستمر عليها، خاصة في فترة السحور. بعض الأحيان بتأخر الصداع، نسبة الكافيين اللي أنت بتاخديها في فترة السحور بتساعدك أنك أنت تأهل لجسمك، خاصة في الأيام الأولى. كثير سيدات بيعانوا من الصداع، فتقليل نسبة الصداع عندها أنها تأخذ مثلا قهوتها العادية في فترة السحور، الشاي حقها العادي في فترة السحور. ولكن الواحد يحاول يراعي أنه فترة الصيام هي تنقية للجسم من كل حاجة، يعني حتى العادات هذه، مش شرب القهوة بكثرة، شرب الشاي بكثرة، يسبب في اضطراب عصبي للواحد، يفضل الواحد طول الوقت متوتر. فالواحد يحاول يستغل فترة الصيام، مو بس أنه يعني فقط تعبد، لا، بينظف جسمه من العادات الغذائية الخاطئة. بالتأكيد. طيب إيش هي أهم المأكولات يعني اللي ممكن تساهم في رفع مستوى ضغط الدم يعني أثناء الصيام بالتحديد، ويمكن لتضر الأشخاص الغير مرضى؟ يعني يفضل بشكل عام أن نتجنب الأشياء المرتفعة في الأملاح المعدنية، المرتفعة في الصوديوم تحديدا، منها الأشياء اللي فيها ملح، الأشياء اللي فيها مخللات، الأشياء اللي فيها دهون بشكل عام كبيرة. نحاول نلجأ للأشياء المعاكسة لها، اللي هي قليلة الملح، قليلة الصوديوم، قليلة البهارات، الدهون فيها تكون بشكل عام أقل. بالتأكيد يعني ركزتي بشكل كبير على البهارات والدهون، التخفيف منها أستاذة جمانة أخصائية التغذية، شكرا لك. يعني برجع معك مها، يعني نتكلم شوي في الطوارئ والحالات الطارئة عندنا. يمكن في حال مثلا لو أصيبت الأم أو الإبنة أثناء مثلا تحضير الطعام ولا الفطور بشد عضلي أو ألم في المفاصل أو في فقرات الرقبة، يعني اللي حنا نشوفها دائم، إيش المفروض نسوي وكيف نتعامل مع مثل هذا العارض؟ بالنسبة للشد العضلي طبعا لازم المريضة أول ما تيجي الشد العضلي لازم على طول تكون مسترخية، تكون على طول تكون في المكان اللي تجلس فيه، وتحاول تسوي مساج للمنطقة، يا إما بتوضع كمادات دافية أو تعمل مساج لها، هي فترة قصيرة بتروح. طبعا هي هذه نتائج من نقص الأملاح في الجسم، وهذا الشيء طبيعي وارد في رمضان إذا ما حد منا يعني ياخذ كميات كبيرة من الماء، من 3 إلى 4 لترات باليوم. ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن الموضوع المهم بشكل كبير مها، يعني الحروق والجروح اللي تكثر في رمضان بشكل كبير، صراحة نتعرض لها كثير في رمضان يعني مع الطبخ. فيعني دائما الأم مثلا أو الجدة تنصح أثناء الحرق أو شيء بوضع معجون الأسنان على الحرق أو الجرح، هل هذه معلومة صحيحة؟ طبعا هذه معلومة جدا خاطئة. بالنسبة لي كان الحرق جدا بسيط أو سطحي ممكن تستخدم له ميبو، أما إذا كان من الدرجة الثانية المستوى الأول هذه تستخدم له هو أكثر كريمين نستخدم لهم اللي هم ميبو فيوسيدين والبكتروبان، مضادات حيوية بشكل عام. إيه مضادات نعم حيوية، بس غير الميبو طبعا. ميبو للجروح السطحية أو الحروق السطحية.
طيب تحاول نتلف عليه بالشاش اللي يكون معقم، واما من درجه ثالثه فهذه لازم تروح طوارئ. طيب في الختام اكيد يمكن صندوق الاسعافات الاوليه مهم جدا في كل بيت خاصه في رمضان، ايش المفروض يحتوي صندوق الاسعافات الاوليه في اي بيت؟ طبعا في لازم كل صندوق يحتوي عليه شاش معقم، بلاستر اللي هو اللاصق، الرباط الضاغط طبعا، يكون فيه الكحول الصواب اللي هي المسحه الطبيه، اللي هو ايضا معقم الجروح اللي هو البوفيدون، يكون في بعض محلول نورم السلاين المحلول المالي معقم حق الجروح، بعض الكريمات اللي هي زي ما نصحت فيها اللي حقت الحروق المضادات، هذه اكثر شيء. ممتاز، واكيد قياس الحراره وقياس الضغط يكون يعني اكيد حقيبه او صندوق الاسعافات الاوليه موجود في اي صيدليه نلقاها على طريقنا، المفروض تكون متواجده في رمضان، واكيد ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للتنفس. ممرضه السعوديه ماس هلي، شكرا لك. يعطيك العافيه. أعزائنا المشاهدين، بهذه الفقرة نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. كونوا معنا، تصبحون على ألف خير.